اسم مراتي بيث. لا، معيش صورة. يلا بينا. ايه ده؟ خردة. حاجة مألوفة. أنا آسف. إيه ده؟ ما يكونش عندك صور مراتك عيلتك؟ أيوة، ليه بتقول كده؟ أيامها كان كل الناس معاها موبايلات، كنا شايلين عليها صورنا. لما عصر الموبايلات انتهى كل حاجة راحت بما فيها الصور. أيوة، تقريبا ما فكرتش في الحكاية دي. مراتي كاري أبوها كان مصور من الطراز القديم، أوضة ضلمة، مواد كيماوية، كل الحاجات دي. كان عنيد قوي وما كانش بيحب عصر التكنولوجيا، لولاه ما كانش هيبقى معايا صور دلوقتي. أيوه أنا كرهتهم، الموبايلات أقصد. كل الناس بقت ماشية تبص في الأجهزة اللعينة دي، ما كانش عندي موبايل خالص. حلو ده، وتأقلمت إزاي؟ كنت بشتغل ميكانيكي، كان عندي ورشتي الخاصة، يمكن كان آخر خط أرضي عندي فيرول. عشان خاطر المسلحين، مسكتك. يا شباب انتوا واخدين الموضوع بجد قوي. العقيد مؤمن اننا بالتحفيز والانضباط نحقق اي حاجه. يلا بسرعه. ما انا همشي بسرعه اهو. اتحركي يلا. هو ده فكرك عن التحفيز؟ العقيد انشا معسكر في جنوب الجزيره لغير المؤهلين، بعضهم محتاج تشجيع اكتر شويه. اكيد. يلا ورايا. تمام. أقف هناك مع اللعيب. بالتوفيق. أنت كمان هنا، ها؟ ولا أهلا بيك. كويس إني شفتك تاني. سينت جون صح؟ ابن الراجل الطيب؟ تيلر، إيه القرف اللي أنت عمال تقوله ده يا محترم؟ أنا بهزر معاك بس. ها، إيه أخبارك؟ إيه؟ الست اللي كنت بتدور عليها كانت راكبة مع... لا، عايز كل المجوهرات، الساعات، اي مقتنيات، حطوها في الشنطة. ما اكيد طبعا، مهما قلت الزفت اللي قلته. الممتلكات الخاصة ممنوعة للمجندين، في كل الحالات هي هتتسرق. يلا حطوها. اصلها جواهر تتسرق. كفاية قرف بقى. انتباه. استرح. الزوار غير مرحب بهم هنا، لكن انتوا تمت دعوتكم لان ظباطي هم اللي جندوكم. لما تيجي ترد عليا لازم الاول تقول لي اسمك وتبتدي باسم العيله. عديت زي الباقيين. اسمك؟ أدكنز كريستال يا فندم. قتلت كم واحد؟ قبل ولا بعد؟ رد على السؤال. جاتك القرف؟
كلنا عملنا حاجات ما بنفتخرش بيها عشان ننجو ونفضل عايشين. منها حاجات ممكن نتفهمها واحتمال نتسامح فيها، بس هنا الست دي مثلا على وشها آثار الجريمة ووشوم السجون، دليل على اللي عملته قبل كده واللي أكيد لسه بتعمله. والناس اللي زيها هم السبب ان غضب المجتمع والكون نفسه ينزل علينا احنا كلنا. ايوه صح. خدوها لمعسكر الاشغال. كتكوا القرف، كتكوا القرف كلكم، مجموعه اغبياء مجرمين مقرفين، ابعدوا عني. انا هوريهم، ابعدوا عني. طب وهو ايه حكايتك؟ عنده وشوم زي تايلر ويد و لا يا فندم، انا ما دخلتش السجن، عمري ما قتلت حد ولا حاجه زي دي. انت بقالك كتير في القرف ده. ايوه انا اقصد ده. انا بضرب نار، والدي خدني اصطاد معاه وانا طفل في معسكر قرب كليمث فولز، وهو وانت يا ابني تعرف تشيل سلاح؟ سنت جون ديكن. ايوه اعرف اشيل سلاح. انت رحال، مد دراعك اليمين. الجبل العاشر، العراق، افغانستان. خدمة متميزة، واوعى تكذب عليا. هعرف. خدمت جولة واحدة، خدمت بشرف، كرهت كل لحظة فيها. مهما حصل ما تكذبش. محترم. رجع ايدك اليمين. هل تقسم رسمياً على دعم وتأييد الدستور الجديد لهذه الولايات المتحدة؟ ضد كل الأعداء الطبيعيين وغيرهم، وأن تعمل وتشهد به على السواء، وأن تطيع كل الأوامر دون سؤال، هل يمكن أن تقسم؟ بأكد. انصراف. تعال معايا يا ابني. النقيب كوري ما بقاش يجيب لي مجندين الايام دي، اكيد واثق في مهارتنا القتاليه. قضيت وقت طويل في الانقاض. بتعرف تتعامل مع المسوخ؟ ايوه انا متهيألي عارف زي اي حد يا فندم. كويس كويس، هنا هنجيب الدكتور يشوفك. النبض قوي والقلب كمان، عندك حرق كبير هنا، ازاي حصل؟ حادثة حريق بسبب خشب مولع. دفاية ها؟ ومين اللي عالج ده؟ انا. مش سيء، مش سيء خالص. شكرا. خلي بالك من دراعك وإلا هتفقده، سمعتني؟ تمام سمعتك. ابقى عد عليا بعد كام يوم. تمام فهمت. تمام يا دكتور. حالته تسمح له بالخدمة، حالته كويسة. انتوا رايحين للانقاض؟ اعذرني، عنده شغل كتير لازم يخلصه. اقول لك انا، سحرت جزيره ويزر. حظ سعيد، بالتوفيق يا صاحبي. يلا بينا. عاده مش بنسمح بالتجاوزات بتقول على ضابط ساحره، بس انا احيانا بعمل استثناءات للضباط المجانين. أيوة فندم. في استثناءات لكل راجل وستة عايشين على الأرض دور. أنت مؤمن يا سنت جون؟ فكرتش كتير في الموضوع يا فندم. طيب ده وقت التفكير. قدرنا مكتوب لنا كلنا، وهو ده دوري في الخطة. يا فندم، المكان ده عندي رؤية. مفيش حاجة ضخمة زي اللي وصفتها قبل كده، مفيش عربية محروقة ولا غابات مولعة. أنا صحيت في يوم قبل ما الدمار ينتشر في العالم،
وعرفت ان ده هو المكان. بحيرة كريتر، جزيرة ويزرد، مسميها الملاذ. عارف قصة الملاذ والطوفان؟ ايوه، قصدي ايوه يا فندم، الكل سمعها اكيد. هتستغرب انه قليل قوي هما اللي بيقروا ومثقفين وعارفين المعلومات دي. انت تقصد الكتاب وقصة الطوفان؟ انا قصدي هو ده الكتاب يا فندم. ايوه طبعا. تمام يا ابني، يلا بينا نجهز. اللي تقول عليه، احنا دلوقتي ما عندناش لبس كتير، اسف اني بقول كده، بس افتكر ان ده جرب ده. ده كويس، هاخد ده. لو ما عندكش مانع، دي هدية من صديق قديم. صديق قديم؟ مفيش أصدقاء لسه عايشين صح؟ لا مفيش. تمام يا جندي، مش عايز أشوفك لابسه تاني، بقيت واحد مننا. عادة بيبدأ المجندين الجدد رتبة جندي، لكن النقيب كوري شكر كتير في خبرتك في قلب الميدان، هتبدأ معانا برتبة عريف. مبروك ليك يا ابني. شكرا يا فندم. ودلوقتي جي وقت الشغل. طيب انا كنت بقول ايه؟ كنت بتكلمني عن الملاذ يا فندم. ايوه الملاذ، انت شايف بس الجزء الصغير منه هنا، ورانا في شبكة كاملة من الكهوف وفتحات التهوية اللي بتودي كومبيك فوق. لما شغلنا يخلص هيتملي المكان بآلاف البذور والنباتات وملفات الكمبيوتر والكتب. يمكن العالم ينتهي، بس إنجازاتنا في الطب والعلوم والتكنولوجيا مش هتنتهي. لا يا فندم. بس الجزيرة أكتر من مجرد ملاذ يا سيادة العريف، دي معقل وحصن منيع. هنا عند البوابة الشمالية مخزنين ذخيرة لمحاربة المسوخ، عندنا بنادق وقنابل ومعدات تقيلة وأسلحة وقاذفات صواريخ، عندنا معدات نعمل سلاح كل الأنواع. ده الموقع بتاعنا للهندسة الميكانيكية، لو عايز تصلح الموتوسيكل روح للضابط المسؤول. وزي ما انت شايف بنحترم الحراس القدام، احنا بنجهز اسطول من العربيات ووسائل تانية. بمجرد اخلاء الطرق السريعة من المسوخ هنبني الطرق والجسور. يمكن خطة التقطيع والحرق تنجح مع المراوغين والمسوخ، بس مش هتخلي الطرق السريعة، مش هتوقف الحشد يا فندم. احنا فاهمين ده يا سيادة العريف، المسوخ نوع مختلف تماما من الوحوش مش كده؟ بس احنا عندنا خطة. خطة يا فندم؟ بنجامين فرانكلين قال مرة لو فشلت في الاستعداد فانت بتستعد للفشل، لكن احنا مش هنفشل. قلب الجيش عايش هنا مستعد يتحرك بأمري، كتير من الستات والرجالة زيك بالظبط حلفوا يكرسوا حياتهم للقتال. بس أنا عندي مهمة تانية ليك، مهمة عايزة أكتر من إنك تقدر تتعايش أو تستخدم سلاح. هتقدر عليها يا ابني؟ أيوة يا فندم، اللي تشوفه. كنت سألتني إزاي هنهزم المسوخ، دلوقتي أوريك. ما توقفش في طريقي. واو، ايه ده؟ قرف. انت تمام يا ملازم؟ يا عقيد اسف جدا، في اسيتون كتير في المجموعه دي. الملازم ويفر هو المهندس الكيميائي، شغل على اختراع جديد الأعداء لهزيمه العدو. اسف لكن صح. اسمي ويفر جيمس سنت جون ديكن.
مظهره القوي ده للاستعراض، صح يا عقيد؟ العريف سنت جون جديد في وحدة كوري، لو احتجت أي حاجة من الأنقاض هيساعدك. أو طبعاً في حاجات محتاج لها. شغال على إيه؟ بشتغل على عامل جديد بيجمع بين النفتالين وحمض النخليك. إيه ده، أنت شغال على النابالم؟ صح صح، ده عارف كل حاجة. ده مجرد تخمين. آسف للمقاطعة. أو أي وقت. أو عقيد، أنا قربت جدا أحققه جدا. تمام 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 جدا. هتروح فين بعد كده؟ لسحرية جزيرة ويزرد؟ كل الحاجة يا ملازم. صح. مرة تانية خليني أعتذر عن ضباطي المجانين. مفيش داعي يا فندم. في حاجة أخيرة، على قد ما بتثق في الملازم ويفر، اللي هتشوفه دلوقتي أعتقد طريقنا للنصر من هنا. طيب ايه ده بالظبط يا فندم؟ انا جبت كل اللازم في طلب التوريد. انت شايف ان ده مناعم قماش؟ لا يا فندم. طيب ليه ما قريتش ده؟ العناصر الفعاله كلور كلوروفورم وكمان تربن اطلع برا اطلع برا. مات، مش هقدر اعمل ده لو انا اللي هجيب الامدادات بنفسي. تمام، انا هتولى الامر يا ملازم ويتكر. اقدم لك العريف سنت جون، جديد في وحده كوري وعنده الخبره بالعمل في الانقاض. اقرا دي. ايه؟ اقرا دي. انت بتعرف تقرا ولا لا؟ المكونات الفعالة كلوروفورم تربينول كحول بنزيلي أسيتات الإثيل. تمام، ممكن يبدأ أنت. سايب لك القرار، كملي شغلك يا ملازم. سيبنا. سارة، أوقف انتباه. سارة، لا. لا لا، انت ميت. انت ميت. المفروض انك موت. استنى. اهدي. انت ميت. مفيش حاجة. انت ميت. انا جنبك هنا. استنى من فضلك لحظة. انا دورت عليك وما لقيتكش. انا كنت موتي و... لا، احنا تهاجمنا كنت رايح احنا... الجنوب ونيرو قال ان محدش نجي ولقيت طريق وان فرولة هاجمت برضو، قالوا ان الكل الجبل. ماتوا وكنا ما توقعتش اني اشوفك تاني. استنى، اسمعي دلوقتي مقدرش. ممكن نخرج من هنا، هنختار اتجاه ومش هنبص ورانا. يلا استنى. لا لا، ديكن ما اقدرش. هما بيجبروك انك تضلي. لا، انت مش فاهم، احنا في حالة حرب. انت مش شايف دي حرب ممكن نفوز بيها؟ ما جيتش هنا عشان احارب. انا ممكن اساعد، ممكن اعمل فرق، بس انا ما ينفعش أروح معاك، لازم أفضل هنا. ليه مش قادر تفهم إنك ممكن تفضل هنا جنبي وتساعدني؟ بص، في الآخر مهما كان قرارك هنروح المكان اللي أنت عايزه. العقيد بيدور عليك زي ما تحبي. تمام. استنى لحظة. نموذج الطلب.
شكرا يا مجند. من العريف سانت جون للملازم ويفر، رد. من سانت جون للمقر الرئيسي. أنا ويفر، ممكن أعمل لك إيه يا عريف؟ طلب التوريد بيقول إنك محتاج زيبق، تعرف أجيبه منين؟ أيوة طبعًا، كان لازم أكتب الكلام ده عشانك، جاي من سينابار، كاتبة كوري اكتشفت منجم شمال بحيرة دايموند، أوصل هناك وكلمني. أيوة يا فندم. بيني وبينك ناديني باسمي، مش لازم تمام يا فندم طالما العقيد مش موجود. ماشي؟ بحسني عجوز. يا عريف، محتاج حاجة؟ راجل جديد اسمه كيلب، كيلب توميلسون. ديكن سانت جون، ايوه انا لسه جاي. اهدى لو سمحت، اسمعني. لو محتاج حاجة علشان مشوارك تقدر تسألني. اقول لك حاجة، بيني وبينك الراجل اللي عند بحيرة دايموند هيقتلك لو شافك. خلاص هفضل فاكر ده. يا عريف، عارف سانت جون صح؟ تمام. تعالى بستمتع بشرب كوباية شاي طبيعية، هدية من الملازم ويتكر. عايز تشرب واحدة؟ ده مفيد جدا للهضم. لا يا فندم شكرا، أنا كنت بدور على قائمة الأعمال. المفروض أن النقيب كوري عرفك كده. في قائمة متعلقة برا الخيمة وقائمة تانية متعلقة في السكنات، لو المهمة ضرورية فعلا هتلاقيها متعلقة هنا. شكرا يا فندم، هتأكد من التوقف وهفحصها. تمام. بمساعدة راجل زيك هنرجع العالم ده تاني. انصراف.
عارف سين جون؟ عايز أشوفك، هكون عند بحيرة دايموند. علم، هكون هناك بأسرع ما يمكن. سين جون، العريف سين جون. سمعني كويس؟ استنى، هو البتاع ده شغال؟ اللاسلكي شكله شغال. تايلر، اللاسلكي بتاعك شغال، ايه الاخبار؟ ديكن سين جون، استنى، قصدي تعرف خلاص، بس عايز اطمن عليك، ما شفتكش من وقت. حلف اليمين، هرتلة مش كده؟ تايلر، انا مشغول شوية. ايه استنى، ايه اللي عملته ده؟ اللي خلوك تعمله ها؟ انا في سلاح المشاة او حاجة زي كده، قطع العشش وقطع الشجر وجمع الخشب. اسف، انت بتعمل ايه؟ بحث، اجبروني اني اروح الانقاض والاقي مؤن للظباط اللي بيشتغلوا على الله. غريبة، سمعت عن كده. ايوه شغالين على السلاح بيولوجي، سلاح كيماوي حاجة كده، هتخلص عن سوق مش كده؟ اسمع تايلر، لازم امشي. تمام، استنى. بص يا صاحبي، كل الموضوع ان انا عندي رأي تاني في هردلة العسكرية دي، وانت تفاهم؟ تايلر، انت بتستخدم عنيه جهاز؟ انت متأكد انك مش متراقب؟ مش معقول. ده اللي افتكرته، لازم امشي. سينشون، حاول ابعد عن الطريق. عريف ديكن سان جون، سمعني كويس يا صاحبي؟ تايلر، عايز ايه؟ لقيتك، تمام. طيب، اخيرا اكتشفت ازاي استعمل بتاع السخيف ده، معايا قناة مؤمنة وكل حاجة. ها، ايه الاخبار؟ تايلر، انا مشغول شوية دلوقتي، ف... ايوه، اسف جدا. استنى، طيب، الخبر انتشر في المعسكر ان الممنوعات هتدخل قدام عين العقيد بالظبط، ونوع كويس كمان. تعرف اي حاجة عن الموضوع؟ انا مش باخد ممنوعات يا تايلر، فلا، انا ما اعرفش اي حاجه عن ده. ليه؟ لا 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 لا، ما اعرفش، بس شفت الراجل ده، وانت عارف هو من العساكر الجديده، تصرفاته غريبه، بيلف جوه وبره المعسكر طول الوقت، عشان كده فكرت ان امشي وراه واشوف مخبي ايه. اعرف يا تايلر، اسمعني، روح لكوري خليه يتصرف في ده، انت فاهمني؟ ايوه. تمام، ده قرار كويس. ماشي، تمام يا مستر سين جون، هكلمك بعدين يا فندم. ماشي، حاول. يا خبر يا تايلر، هو انت بتعمل ايه؟